اتخذ مجلس النواب مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالعزل على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسترة عزلهم. يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البصيري من الاتحاد الاشتراكي من عضوية مجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وتم اعتقال البصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس. كما تقرر طلب إحالة تجريد البرلماني محمد كريمين من فريق الاستقلالي من عضوية مجلس النواب على المحكمة الدستورية أيضا لتجريده. كريمين كان رئيسا لجماعة بوزنقة وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة وكاد في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها. أيضا طلب المجلس تجريد البرلماني ياسين الراضي من الاتحاد الدستوري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية. الراضي كان رئيسا لجماعة سيدي سليمان وجرى عزله بعد اعتقاله في ملف يتعلق بالفساد إثر شكاية من فتاة كانت رفقته. كما طلب المجلس تجريد البرلماني سعيد الزيدي من فريق التقدم والاشتراكية من عضويته بمجلس النواب. كان الزيدي رئيسا لجماعة الشراط وتم عزله بعد اعتقاله متلبسا في ملف رشوة من منعش عقاري. وبخصوص بقية البرلمانيين المعتقلين أو المتابعين، فإنه بخصوص البرلماني والوزير السابق محمد مبدع فإنه جرى عزله بقرار من وزير الداخلية وليس بقرار قضائي، وبالتالي حسب مصدر برلماني فإنه لا يمكن مباشرة إجراءات تجريده من صفته البرلمانية إلا بعد مرور سنة من غيابه عن مجلس النواب. نفس الأمر ينطبق على البرلماني رشيد الفايق من حزب التجمع الوطني الأحرار والذي أكمل في 20 دجنبر مدة سنة من غيابه عن المجلس بسبب الاعتقال في ملف يتعلق بسوء التدبير في جماعة أولاد طيب بفاس. حسب مصدر من المجلس فإن قرارات المكتب السابقة اتخذت في 19 دجنبر وينتظر خلال الاجتماع المقبل طلب تجريد الفايق. أما بابور صغير البرلماني المعتقل من الاتحاد الدستوري والمتابع في ملف فساد مالي فقد بعث رسالة استقالته وأعفى المجلس من اتخاذ أي إجراء في حقه. وبخصوص محمد الحداوي برلماني آسفي والرئيس السابق لأولمبيك آسفي المتورط في ملف بيع تذاكر المونديال فإنه أيضا سيتم مباشرة إجراءات عزله بعد انصرام سنة على غيابه عن المجلس أو بعد صدور قرار نهائي قضائي في حقه. وينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارات العزل في حق البرلمانيين الأربعة الذين أحيل عليها قرار تجريدهم في القريب.